يا أصدقائي، اليوم سأخبركم قصة مزعومة الثعلب. هيا نبدأ. ذات صباح تحت شجرة الليمون بجوار منزلي، وجدت ثعلبا صغيرا. ما أجمل هذا الثعلب، عيناه لامعتان، فروه أحمر براق، تفوه رائحة الحليب من جسمه، وتدل على أنه مولود جديد. حملت الثعلب الصغير بين كفي، وذهبت به إلى المنزل، ثم وضعته في قفص حديد وسط الحديقة. عند منتصف الليل استيقظت على صوت ضوضاء. نظرت من النافذة فرأيت أنثى الثعلب تحاول فتح القفص بأسنانها الحادة، شاهدة ولم تفلح. ثم حاولت سحب القفص ولكنها فشلت في ذلك أيضا. مع السلامة.